عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبائي الصغار تمهيد التاني، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في قناة مجموعة مدارس التجربة الخصوصية. أتمنى أن تكونوا بخير. نشاطنا اليوم الرياضيات، عملية الجمع. وقبل ذلك نقرأ تاريخ اليوم. الأربعاء 20 مايو 2020 ميلادية. الأربعاء 20 مايو 2020 ميلادية. ونقرأ أيضا الأعداد من 0 إلى 31. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 21 22 23 24 25 26 27. ثمانية وعشرون، تسعة وعشرون، 30، 31. أحبائي الصغار انتبهوا معي. أضع وأنجز. هذه العمليات أفقية، إذا يجب أن أضعها عمودية لكي ننجزها. هيا ننجز هذه العملية. 12 + 13 = كم؟ هذه العملية أفقية، سنحولها إلى عمودية. انتبهوا معي أحبائي الصغار، 12 تتكون من رقمين، نعم، 2 وحدات 1 10. 13 هي الأخرى، تتكون من رقمين، 3 وحدات و1 10. نكتب 12 ونكتب تحتها 13. انتبهوا معي، نكتب الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات، زائد يساوي الوحدات مع الوحدات، ثم نحسب العشرات مع العشرات. إذن أولا نحسب الوحدات. 2 + 3 = كم؟ أضع 2 في رأسي وأضيف 3 من أصابعي وأحسب. 2 + 3 = 4 5. 2 + 3 = 5. الوحدات تحت الوحدات، انتبهوا معي. ثم نحسب العشرات. 1 + 1 = كم؟ ضع 1 في رأسي وأضيف 1 من أصابعي وأحسب. 1 2. ونكتبها تحت العشرات. إذا 2 + 3 = 5. 1 + 1 = 2. 12 + 13 = 25. أحبائي الصغار ننجز العملية الثانية.
11 زائد 16 يساوي كم؟ قلنا هذه عملية أفقية سنضعها عمودية وننجزها. 11 يتكون، نعم أحبائي، من رقمين، 1 وحدات وواحد عشرات، وكذلك 16 تتكون من رقمين، 6 وحدات وواحد عشرات. إذن هي ننجز 11 زائد أحبائي الصغار، دائما هذا الرمز لا ننساه، 16 يساوي 10 تحت العشرات. هيا ننجزها، 1 زائد 6 يساوي كم؟ أضع 1، أضع 6، العدد الأكبر 6 في رأسي، وأضيف 1 من أصابعي وأحسب 6 7، إذا 1 زائد 6 يساوي 7. انتبهوا معي أحبائي، كتبت 7 تحت الوحدات، ثم ننجز العشرات، 1 زائد 1 يساوي كم؟ أضع 1 في رأسي وأضيف 1 من أصابعي وأحسب 1 2 وأكتبها تحت العشرات. إذا الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات، ولا ننسى الرمز زائد والرمز يساوي. 11 زائد 16 يساوي 27. أحبائي هيا ننجز هذه العملية، ماذا نسميها؟ نعم أحسنتم، عملية أفقية. 14 زائد 12 يساوي كم؟ 14 أحبائي تتكون، نعم، من رقمين، 4 جيد وحدات وواحد، نعم أحسنتم، عشرات. وإثنا عشر هي أيضا تتكون، أحسنتم، من رقمين، 2 جيد وحدات وواحد، أحسنتم، عشرات، جيد. هيا نضعها عمودية ثم ننجزها. نكتب 14 زائد 12، 2 أين أحبائي سأكتبها؟ نعم تحت 4، يعني الوحدات تحت الوحدات. وواحد أين سأكتبه؟ نعم أحبائي تحت 1، يعني العشرات تحت العشرات، يساوي 10. أولا ماذا سنحسب؟ نعم أحبائي نحسب الوحدات ثم نحسب، جيد، العشرات. إذا 4 زائد 2 يساوي كم؟ أضع 4 في رأسي وأضيف 2 من أصابعي وأحسب 4 5 6، جيد. 4 زائد 2 يساوي 6. أين كتبت 6؟ أحسنتم، تحت الوحدات، ثم نحسب العشرات، 1 زائد 1 يساوي كم أحبائي؟ نعم 2، 1 زائد 1 يساوي 2، أين سأكتبه؟ جيد، تحت العشرات، لأنه رقم العشرات، 1 زائد 1 يساوي 2، إذا 6 كتبناه تحت الوحدات، و2 كتبناه تحت العشرات. 14 زائد
12 يساوي 26. باء الصغار، ماذا نسمي هذه العملية؟ نعم أحسنتم، عملية أفقية. هيا نضعها عمودية وننجزها. 17 زائد 11 يساوي كم؟ 17 أحبائي تتكون من؟ نعم من رقمين، 7 وحدات جيد، وواحد؟ نعم عشرات، أحسنتم. وإحدى عشر هي الأخرى تتكون من؟ نعم من رقمين، واحد وحدات وواحد، نعم عشرات. هيا نكتب 17 زائد، أحبائي الصغار قلنا الرمز زائد يجب ألا ننساه، إذن 11 أين سأكتبها؟ نعم تحت 17، الوحدات تحت الوحدات، والعشرات تحت العشرات، يساوي 7 نعم بالوحدات، نحسب الوحدات هي الأولى ثم جيد العشرات، إذا 7 زائد 1 يساوي كم؟ 7، أضعها في رأسي وأضيف 1 من أصابعي وأحسب 7 8، جيد 7 زائد 1 يساوي 8. أين كتبت 8؟ أحسنتم، تحت الوحدات. والآن سنحسب ماذا؟ العشرات، أحسنتم. 1 زائد 1 يساوي كم؟ نعم يساوي 2. أحبائي الصغار أين كتبت 2؟ نعم جيد أحسنتم، تحت العشرات، إذن 17 زائد 11 يساوي 28. أحبائي الصغار والآن أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.